عام 2014 تفجير إرهابي في مسجد شيعي في الإحساء، وعلى خلفية هذا التفجير خرجت مطالب من مثقفين وصحفيين ورجال دين بإسكات الأصوات الطائفية في الإعلام، وأن يتم إيقاف رجال الدين الذين كانوا يحرضون على الشيعة عبر القنوات الفضائية، وفي مقدمة هذه القنوات قناة وصال. رسالة للعوامية وهؤلاء السفهاء، هؤلاء الذين يلعبون بالنار، والله إنما هي قسم بالله تعبدا لله، وإلا والله وتالله وبالله لنسير الجيوش ونسير القبائل عليكم ونأكلكم أكلا. أوقف عبد العزيز خوجة هذه القناة وانتقد خطابها بشدة. أمر وزير الإعلام السعودي عبد العزيز خوجة قرارا يقضي بإغلاق مكاتب قناة وصال الفضائية في السعودية، وذلك بتهمة التحريض على العنف الطائفي. وهنا ثارت ثائرة بعض التيارات الدينية على هذا القرار، لكن حقيقة كانت بسبب المنفذة كبيرة جدا، وإحنا معنا ناقصين الله يخليك. إحنا بلد أسس الملك عبد العزيز الله يرحمه، وفيها كل الطوائف والتنوع الجميل، أنا أعتبر التنوع الثقافي جميل جدا. أنا كيف أجي أهدم هذا التنوع اللي عندنا؟ إحنا وطن واحد وجمعنا تجمعنا قيادة واحدة ودين واحد الحمد لله، وراية واحدة نحملها كلنا في العملية دي. لذلك أنا عن غيرة حقيقة، واتخذت صحيح يجوز القرار بدون يعني بحدثي أنا أو بأعتقد بصلاحيتي أنا، إن وقفتها ووقفت يعني المكاتب حقتها. لكن هذا اللي حصل يعني. بعد يومين أو أقل تم إعفاء مع الوزير. ثاني يوم الصباح. بس في الصدفة يعني، أنا أعتقد ما كان لها دخل بقناة وصال. أنا لا أعرف. إحنا أنا قلت قبل كده، أنا ما سألت ولا أحد قال لي، وجوز القرار كان من زمان معد إنه يصير أو صار في ذاك الوقت. هل له علاقة أو ما له علاقة؟ ما له شغل. يعني تعودنا يعني نقول مرحبا وسمعا وطاعة لكل أمر إجينا في سواء كذا وكذا، فهذا الشيء اللي إحنا نعرفه. لكن أنا كمسؤول وعندي صلاحية لازم أخذ مسؤوليتي وأتحمل نتيجة قراري وصلاحيتي اللي عندي، ودائما ما أقول الكلام ده. كيف تقرأ المشهد الجديد؟ طبعا هذا المشهد الحقيقي الطبيعي، هذا المشهد اللي أعاد فعلا للمملكة رونقها الحقيقي ونسيجها الحقيقي. هو قال خلينا نعيش، ما طلب شيء كبير يعني، بنعيش ناس يعني طبيعيين، ما بدنا نسوي، ما هجمنا، ما خرجنا عن الملة، ما خرجنا، احنا مسلمين مؤمنين، واحنا ارض الوحي وارض الرسالة وارض كل شيء، لكن بدنا نعيش حياة طبيعية يعني ما نبغى تطرف، ما نبغى إرهاب، ما نبغى فكر يقودنا الى اشتباك مع بعض البعض. هذا اللي بيشوفه. الحمد لله انطلقت المسيرة بطريقة جميلة جدا وبقوة، وأصبح كل الشعب معها.